شيار محمد ويحدثنا عن معدل الإصابات بفيروس كورونا وعن بطولة الأندية التي أقيمت في المحافظة. شيار، مساء الخير عليك، تفضل. دلشين، مساء الخير. سمير، مساء الخير. مساء الخير على الجميع. طبعا يعني السليمانية ما تزال تسجل أعداد كبيرة منخفضة بانخفاض يعني مستمر بأعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا. خلال ال 24 ساعة الماضية يعني سجلت السليمانية فقط 29 حالة، وأيضا عدد منخفض على مدى الأسابيع الماضية. أيضا بالتزامن مع ذلك سجلت 29 حالة شفاء، تماثلت إلى الشفاء بشكل تام. إضافة إلى ذلك سجلت 6 حالات وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية. يعني المعدل الإصابة على مدى الأسابيع الماضية هو ينخفض. السليمانية تقريبا تقترب من يعني كسر سلسلة الفيروس هنا في حدود محافظة السليمانية والوصول إلى 0 حالة إصابة في اليوم الواحد، لكن خلية الأزمة وصحة السليمانية بالتحديد تحذر وتقول أن انتهاء يعني أو يعني انخفاض الأعداد بهذا الشكل لا يعني أن الفيروس قد انتهى. يعني هناك تخوف من موجة أخرى قد تضرب محافظة السليمانية، لذلك يعني تشدد على المواطنين بالاستمرار بالالتزام بالتعليمات الصحية وعدم الاستخفاف بالأمر. يعني حتى إن كانت الأخبار جيدة وتقول يعني تقرأ الأخبار أن هناك انخفاض بالمعدل اليومي للإصابة، لكن صحة السليمانية تقول علينا الاستمرار بالتعليمات يعني التعليمات الصحية ريث يعني وصول اللقاح أو وصول علاج، يعني توصل العالم إلى علاج لهذه الجائحة بشكل كلي، لأن يعني الأيام الماضية أو الشهور الماضية أثبتت أن الفيروس يعني قد يظهر من جديد مرة أخرى أو قد تضرب موجة أخرى مرة أخرى حدود محافظة سليمانية في أي لحظة. لذلك لا تؤمنون، يعني تقول صحة سليمانية لا تؤمنون كثيرا بهذا الموضوع. يعني حتى لو ظلت حالة واحدة إصابة هنا في حدود محافظة سليمانية قد يعود الفيروس للانتقال وضرب المحافظة بموجة جديدة من جديد. أيضا قالت صحة السليمانية أن الراقدين الآن داخل المشافي لتلقي العلاج هم 75 فقط، من بينهم 59 تحت التنفس الاصطناعي، أما الباقي فيحتاجون إلى عناية بشكل أكبر. يعني هذا بالمجمل الموقف الوبائي هنا في حدود محافظة السليمانية. أيضا تحتضن السليمانية اليوم وبالتحديد يعني مديرية التربية الرياضية داخل جامعة السليمانية يعني تحتضن اليوم يعني بطولة الأندية العراقية للمصارعة الحرة وأيضا المصارعة الرومانية. اليوم ستكون مخصصة للمصارعة الحرة، غدا ستكون مخصصة للمصارعة الرومانية. يعني سيكون هناك تنافس شديد بين الأندية العراقية، الأندية من العراق، وأيضا هناك من أندية من محافظات الكردستانية، وخاصة يعني مشاركة نادي كركوك في هذه البطولة. هذه البطولة هي يعني تمهيدية ستكون للمشاركة أيضا في بطولة آسيا التي ستقام في أوزبكستان يعني شباط المقبل. أيضا يعني بطولة أندية آسيا أو بطولة آسيا للأندية المصارعة الحرة والرومانية أيضا ستكون مؤهلة يعني أولمبياد طوكيو في يعني أولمبياد طوكيو في اليابان. لذلك يعني هناك تنافس شديد بين الأندية العراقية هنا يحاولون الوصول الطموح إلى بطولة آسيا ومن ثم إلى أولمبياد طوكيو. بالمجمل نعم. شار محمد مراسلنا.